اهلا من جديد، صباح الخير لكل المشاهدين من جديد. يعني في فقرتنا الختاميه رح نحكي عن اشغال يدويه فريده حقيقه من نوعها وجميله، واللي بيشتغل عليها شباب، يعني شباب رجال بمعنى. دائما بيكون عندنا صبايا بيشتغلوا بالاشغال اليدويه والاشياء الفنيه، ولكن هذه المره ما شاء الله في شباب لسه في مقتبل العمر ويعني مهووسين بقصه الاشغال اليدويه، وخصوصا هذا النمط اللي فيه الخيطان. كنا نسميه زمان نول بالمدارس، كانوا يعلمونا عليه شوي، فانتم رجعتوه للحياه هذا النمط من الاشغال اليدويه. اهلا محمد حمايل، صباح الخير، وانس سعد السلام كمان صباح الخير، واهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. معلش محمد، انا منك حاب اعرف، يعني عاده في قصه لكل واحد عنده اشغال يدويه او بصير يحب الاشغال اليدويه، في قصه بتبلش معه او يعني في مرحله معينه بلش يحس انه هو يتقن شيء معين. صحيح. متى بلشت هاي القصه عند محمد؟ احنا تقريبا بلشنا من 10 سنين. 10 سنين مده طويله. كان كي. شغلنا مقتصر على الرسم. اوكي. فحبينا نعملها شوي كرياتيف ونثبت جداره الايد الاردنيه طبعا في عمل هاي التصاميم. طبعا. وعندنا اهداف طبعا ساميه احنا. واحنا حاليا بنعمل على تاسيس زي مكان راح يكون رائد في الاعمال الفنيه. مقره هو في جبل الويبده. تمام. هو عليكم. تقريبا بتقدر تحكي منتدى فني كبير. نعطي فيه دورات فنية، مشغل ودورات فنية ومعرض. يعني تقدر أنت تمسك مثلا أي كتاب تروح هناك تقعد تدرسي بين الكتب بين اللوحات. حلو هذا إنه بتطور يعني من شغل يدوي لمشروع حتى يعني بفيد المجتمع. شو نمط الشغل اللي بتشتغلوه أنس؟ هو عبارة طبعا عن شغلنا، أول شيء اللوحات بتطلب وقت طبعا، في يعني لوحات كثيره مده عملها يومين. كيف تعلمتوها اصلا هاي قصه الخيطان وتشبيك الخيطان؟ ممارسه، هي ممارسه طبعا، مع هوايه. كل هذا بتنمى عند الواحد وحبنا لهذا الشيء. بفيدكم الانترنت، اليوتيوب، طبعا طبعا بفيد كثير، وحبنا لهذا الشيء كمان. والصبر، يعني بحاجه لصبر هذا الشغل، لانه يعني اللوحه تقعد معنا تقريبا يومين لثلاث ايام طبعاً. باليوم 7 ساعات شغل تقريبا. عم تعملوا شيء مودرن كمان، يعني عم نشوف فيروز، عم نشوف برج ايفل. صحيح. هاي اللوحات اللي موجوده، لفظ الجلاله. ففي شغلات هيك كثير بتحسها كثير مودرن عصريه يعني. لوحه فيروز طبعا هي أحلامة. احنا لسه في اضافه جديده بنت اسمها نور. هي يعني موهبة جديدة بدك تحكي. كيف دخلتوا عنصر نسائي معاكم؟ موهبة جديدة، فصار مزيج هو بين رسم منها طبعا هي مع تصميم منا احنا على لوحتها. انتوا كيف تعرفتوا على بعض انس ومحمد؟ انا هو بقرب لي، ابن عمتي، ساكنين جنب بعض. فكاينين شكله بدل ما تجتمعوا تدخنوا مثلا. بالضبط. هذا احلى شيء انه الشباب لما بيجتمعوا، والله عن جد يعني انا بحكي بعيدا عن المزح، انه اذا في شباب بيجتمعوا بيعملوا شيء مفيد يعني. أكيد. أكيد. للمجتمع لحالهم. بس الفكر جماعات الشباب دائما يعني بتخرب. مضبوط. طبعا احنا هسه حتى المشروع القائمين عليه نشكر الدكتور عمر طاهات، هو اكبر داعم لنا يعني. طبعا طبعا مهندس عمر، الله يعطيه العافيه. طبعا طبعا في شويه تصاميم داخليه. هلا عم ناخذ صور اذا بنقدر. والله سالم تورجينا بعض الصور الموجوده حتى كمان نتعرف على شغل انس ومحمد. هذا شيء كثير حلو، الانتيريال ديزاين، الشغل التصميم الداخلي. تصميم داخلي. يعني خلفيات كثير عم بتكون حلوه وغير نمطيه، يعني الناس تروح للوحات وتروح لكذا، انتم عم تعملوا شيء غير نمطي ابدا ابدا، والخيوط بتعطي شيء حميمي كمان. صحيح. للقطعه. مزبوط. دقه. ولوحاتنا كلها بدها يعني مقاسات رياضيه بحته، ادوات هندسيه. حتى برج ايفل بناء هندسي كامل. انتوا اصلا خلفياتكم مهندسين؟ لا انا هلا بدرس رياضيات، الرياضيات بتساعدني كثير في الشغل. بتساعد الزوايا القائمه والمنحرفه والاشياء وانا انا بدرس شبكات حاسوب. يعني انا يعني بعيد شوي، بس يعني هو اقرب مني تقريبا. قريبين من الشيء الرياضي. كيف شو طموحكم بتطوير هذا الشيء؟ وقديش انتوا، قبل ما اسال عن طموح، قد ايه بتكونوا مرنين بحيث انه الزبون اللي مثلا بيطلب اي قطعه تكونوا مرنين معه؟ انا بشوف مثلا حجاج يعني في شيء له علاقه بالدعايه والاعلان طبعاً وهيك اشياء. هلا احنا بنشتغل جميع انواع الشغل،
هلا اي فكره عند اي شخص انا بطبقها لارض الواقع، بس بضيف لمسات الفنيه، يعني هو بعطيني اساس او خلفيه معينه وبترك، يعني بقول له اترك الباقي علي، انا بسوي لك كل شيء وبشتغله يا حسب انا شغلي. يعني بتخيل اللي بده اسم، اللي بده بالضبط كل شيء مزبوط، يعني أكيد ممكن يكون افكار هي من عندهم احنا بنطبقها وبنضيف عليها لمسات من عندنا. اللي بيدوروا عليكم بلاقوكم على بيج مثلا على الفيسبوك، ايش اسمكم؟ هوك هاند، يعني اتش او او كي هاند. سهلة. شو يعني هوك هاند؟ يعني هي معناها يد المنجل او تبعت الحصاد. منجل الحصاد. انتم عم تحصدوا اعجاب حقيقة، يعني شكرا ما شاء الله عليكم. واذا عندكم يعني هيك نظرة مستقبلية للمشروع اللي انتم حابين تكملوا، حاسين حالكم قادرين تكملوا بهذا طبعا المشروع؟ يعني احنا بنشوف قد ايه كمية الحب اللي بتجينا من الوسط اللي احنا فيه، كمية حب هائلة. طبعا دعم الاهل هو الاساس، اكيد دعم ابوي وامي وابوه وامه، اكيد فخورين أكيد. طبعا أكيد. كثير ما شاء الله عليكم. طبعا هذا المشروع اللي احنا هسه شغالين فيه مكانه بجبل الويبله زي ما حكيت لك، هذا مشروع ضخم جدا راح يكون ان شاء الله، راح نستقطب فيه كل يعني كل المواهب الاردنيه. يا ريت المراهقين الشباب الصغار طبعا احنا هذول بندور عليهم حاليا، احنا بالبدايه عانينا جدا، فاحنا يعني بدنا نساعد، حاسين فيهم اللي زي هيك بالفعل، لانه مش زمان انتم طلعتوا من هاي المرحله، فحاسين بمعاناتهم، فبدنا نساعدهم، بدنا نساعد الكل. قد ايه بتخلق هيك شعور بالرضا عن النفس، يعني صحيح. الشغل بالاشياء اليدويه، رضا عن الذات وراحه نفسيه كبيره، وحتى بقول لك يعني هي وسيله للتخلص من الاكتئاب. صحيح. مثلا والواحد هيك بيشغل حاله بشيء لطيف ومفيد. ان شاء الله بنتمنى لكم كل التوفيق يا رب. اذا كمان يعني انت عندك كلمه انس حتحكيها عن شغلك. انا بحب اوجه شكر لامي ولابوي على الدعم، وبرجع بوجه شكر للمهندس عمر الطهات لانه هو داعم، هو داعمنا الرئيسي حاليا. وبرجع وبكرر عن الموقع تبعنا اللي هو بجبل الويب فني الفسيفساء. اوكي. وهو كان على الفيسبوك، هو كان على الفيسبوك اتش دبل اوكي هاند. وشغلكم، بس انا حابه اركز انه الشغل كله له علاقه بالخيطان وال لا لا في في شيء ثاني، في كثير افكار، في افكار كثير اشياء زي ما شفتي هاي مثلا التصاميم الداخليه كامله رسم بالايد، هاي رسم شغل يعني اصلا احنا بالاساس رسامين. أوكي. فطورنا مواهبنا لكثير شغلات، حتى بفن الفسيفساء كثير شغلات. يعني حتى المكان اللي بنعمله بنعطي فيه دورات فنيه كيف الناس تعمل فسيفساء، انت بتيجي بتقدر تعملي قطعتك لعندك، يعني قطعتك بالمكان. بتعرفي كثير مرات بيكون في فعلا زي هيك بيت وفي كنباي، الواحد محتار شو بده يحط خلفيه. صحيح. وزهق من الاشياء النمطيه، فانتوا عم يعني بتواجههم الاشياء كثير غير ومختلفه. صح. محمد وانس برافو عليكم. انا كمان بدي اشكر عائلاتكم مره ثانيه انهم جمعوكم مع بعض، ضلوا زوروا بعض دائما طبعا. اذا جيران انتوا جنب بعض كمان خلص. الله يعطيكم الف عافيه، شكرا لوجودكم. شكرا كثير. شكرا لكل المشاهدين اللي تابعونا بحلقتنا لليوم، نتمنى نكون قدمنا لكم فن جميل ومختلف بالفقرة النهائية. تحياتنا لكل اللي شاركونا المتابعة، وإلى اللقاء.